دكتور سعيد توفيق، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. سعداء بحضرتك دكتوره دوري. وانا الحقيقه يعني كبدايه انا محتاره، لانه تخصصاتك كثيره، اهتماماتك كثيره، مقالاتك ايضا كثيره، فيعني من اين ابدا؟ هل يعني ابتدي كحضرتك استاذ للفلسفه وعلم الجمال في الجامعه؟ ماشي. طيب عندي سؤال ايضا في البدايه، ليه دايما نقول الفلسفه وعلم الجمال؟ لا انا بنذكر كلمة الفلسفة لما يكون الشخص بيرى نفسه على انه مش مجرد متخصص في علم من العلوم الفلسفية زي علم الجمال مثلا. لو كان اهتماماته اكثر اتساعا فبيذكر قبلها كلمة الفلسفة، لان الفلسفة افق اوسع من علم الجمال. لكن ارتباطهم ايه معناه يعني؟ لان علم الجمال هو فرع من فروع الفلسفة. فبنقول الفلسفة قبلها للتنويه بأن الشخص ليس مجرد متخصص في الفلسفة، في هذا الفرع بعينه أو في فرع محدد، وإنما تخصصه الواسع هو الفلسفة. وأنا رأيي أن أستاذ الفلسفة يجب أن يكون منفتح على مجالات الفلسفة وليس محدودا في مجاوي اللي يصبح مدرس للفلسفة. طب يعني تلك فهمناها. اللي جاية أيضا يعني أيضا هي أصعب من الأولانية، وهي التخصص الفينومونولوجي. هو يعني الـ الظاهراتية. أيوة، هو الكلمتين أصعب من بعض. الفينومونولوجي ده اتجاه واسع ومعاصر كطريقة في البحث الفلسفي. وهو اتجاه يعني كتب له الدوام بسبب اتساع أفقي، يعني في مناهج تنشأ وتتوارى، لكن هذا المنهجية في البحث منفتحة ليس فقط في مجال الفلسفة وإنما امتدت للعلوم الإنسانية جميعا. طب كلمة الظاهراتية معناها؟ كلمة الظاهراتية معناها علم وصف الظاهرات أو الظواهر الشعورية. إيه الظواهر الشعورية؟ يعني الظواهر أو عالم الأشياء كما يحدث في خبرتنا المباشرة المعايشة. المعايشة يعني الفنان بيمارس الظاهراتية بس بأدوات الفن، الفيلسوف بيفعل أيضا ما يفعله الفنان حينما يصف الظاهرة، قد تكون هي الحب، قد تكون هي خيال أو أي ظاهرة شعورية أخرى، ولكن بلغة الفلسفة. يعني يكفي أضرب حضرتك مثال، ناس كتبت في الأخلاق، ظواهر الأخلاق من منهج فينومينولوجي، في تحليل ووصف لدقائق وتفاصيل هذه الظواهر الأخلاقية ولمعناها. مثلا واحد كتب عن طبيعة التعاطف وأشكاله. التعاطف والتعاطف بالنسبة لنا يعني معناه سهل، سهل بسيط، لكن ده كتب مجلدات في كل في التعاطف في أو معنى التعاطف، في معنى التعاطف من خلال استخدام هذه الطريقة المنهجية في البحث. في طريقة لا تعترف بفكرة الإحصاء والبيانات والأشياء دي كلها، وإنما من خلال الخبرة، وصف الخبرة المباشرة. يعني وصف حينما يكون إنسان مثلا في حالة تعاطف أو حب بين إنسان ورجل، أو حب لأم أو أب، حب الوالدين أو حب أخوات، أو في حب للوطن أو في حب لله، يعني مثلا كل دي أشكال من الحب، التمييز بينها إزاي يكون وإيه تفاصيلها.